تنسهم في ذلك الوقت، وإن الزرقاء كانت في اليمامة قاعدة بين قدمها وجوارها، صرخت صرخة عظيمة وغشي عليها، فلما أفاقت من كثرتها أنشأت تقول أفلح من يصلي على الرسول، وآل الرسول يا مستمعي النظام صلوا على المجد الشهاب محمد صلى. أما المحال فقد مضى لسبيله ومضت كهانة معشر الكهاني، جاء البشير فكيف لي بهلاكه حياه، جاء السر بالاعلان. قال فلما فرغت من هذه الابيات شاق الشاقة في عسر جهقة، ثم هلك هلكت لا رحمها الله تعالى. وقيل في هذا المعنى شعرا: الحمد لله الذي اعطاني هذا الغلام الطيب المرضاني، محمد الخير العيون الثاني، صلى عليه اللائم الاحساني، أعيده بالبيت والأركان من حاسد معاني الحياني. ثم إنها ما تكلم الله تعالى ثم تعالى تم وتم النبي ثلاثة أيام، دخل عليه جده عبد المطلب، فلما نظر إليه قبله وقال: الحمد لله الذي أخرجك لنا حيث وعدنا بقدومك، إذا لا أبالي ما أصابني بعد يومي هذا. ثم دفعه إلى أمه فجعل يهش في وجهها حسب أنه ابن سنة، فقال عبد المطلب: سيكون لولدك هذا شأن من الشان، كما أخبرونا في قديم الزمان. وأقبل الناس يهنئونه بما أعطاهم الله عز وجل من محمد، وكان كلما أتت امرأة تهنيه بمحمد يعبق منها روائح المسك والطيب، فيقول الرجل بامرأتي: من أين لك هذا الطيب؟ أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يسعدنا في ختام هذه الكلمات اللي ألقوها الشباب بعد نهاية، نحاول ننظر نشوف أنظار الشباب، آرائهم وشنو اقتراحاتهم وشنو السلبيات والإيجابيات في الحفل وفي أشياء غير الحفل. نلتقي مع أحد الشباب وهو عبارة يعتبر من أعمدة شباب القرية، الأخ سيد حيدر الموسوي. عطنا العمر والمهنة وكل شيء كامل، عدد الأولاد، عدد أفراد العائلة. والله أنا ويا عائلتي ثمانية الجميع، يعني ثلاث أولاد ثلاث بنات. لا ضايق علي واجد. وثمانية سمع. ثلاث أولاد وثلاث بنات عندي، عمري 27 سنة او اقل يمكن. والمهنه اعتقد مهنتي مدرب سياقه. زين، انت انا بسالك بالنسبه الى الحفل، كنت في الماضي اذا صير حفلات مع مولد النبي واحتفال بمناسبه مولد النبي او الامام علي او اي امام، دائما انت تكون تلقي كلمات تكون من الك الاولويه، يعني ما ادري ايش السبب اللي هالمره اشوف، يعني هالمره ما القيت كلمه. اعتقد سؤال محرج. تفضل. والله الحقيقة السؤال شي ذو جهال. انتم الحقيقة السؤال مو محرج بالنسبة لي انا، باعتبار السؤال مو محرج. ليش؟ انا يأسفني اذا اقعد اتكلم على الاخوان عندنا في الديرة، لان اقول هذا الحكي لان الاخوان عندنا في القرية بالذات مستقفين ثقافة يعني كلش متطورة، لدرجة بعضهم يعني ملتزمين ومستقفين، وانا دا اقول الحكي هذا متأسف كلش، لان ما في ترتيب عندنا بالذات كلش نهائيا، ما اكو موجود عندنا ترتيب في الاحتفالات، ولا اقصد من المنظمين في الاحتفال، بل المنظمين كلش بدلوا فيك يعني كل ما في وسعهم في سبيل انهم يخلون الاحتفال ناجح، الا ان الاخوان ما يعني اقدر اقول ما يتساعدون ويا المنظمين في الاحتفال. في شنو ما يتساعدون؟ اولا ما اكو هدوء موجود عندنا في الاحتفال نهائيا، وخاصه في البدايه ما يكون موجود هدوء نهائيا،
لأن يفكون الاحتفال فقط للأكل ويلفكها وضحك ما مو أكثر. بينما الاحتفال اللي هو القصد من الاحتفال أن يلتفتوا فيه للكلمات الهاتفة اللي يستفيد من خلالها المجتمع، والمجتمع منطلق المجتمع من القرية، من الحارة، من الفريق، من البيت. وإذا الإخوان دينين ما يعني يديرون بال ولا يهتمون في الاحتفالات للكلمات الهاتفة ولا القصائد اللي فيها فائدة للمجتمع. وكل قصدي من هذا الكلام إن إن شاء الله في المستقبل الإخوان ينتبهون لهاي النقطة، وهاي النقطة أنا من زمان وأقولها وأرددها دائما في كل الاحتفالات على التقصير اللي يقوم به الشباب اللي هم يحضرون في الاحتفال. وفي الحقيقة ما كان الفوضى من الشياب أو الكبار عندنا في القرية كثر ما هو موجود عندنا في الشباب بالذات. فالشباب كلش يعني مقصرين في هاي النقطة، وأنا يؤسفني إذا أقول هذا الكلام ويسامحوني إذا أي واحد يشوفني في التلفزيون مثلا أو على شريط الفيديو. أنا أعتذر يعني في هذه، لكن غصب عني أقول هاي الحكي. تفضل، عندك سؤال ثاني بنسألك. إنزين أنت يعني أستفيد من كلامك هالتطويل وهالتعريض، أنت قصدك يعني أن السبب هو يكون الفوضى، يعني قصدك الفوضى اللي يخليك ما تشارك ويا الشباب؟ والله الحقيقة هي تقدر تقول يعني سبب بسيط في هذا الشيء، إنما أنا ما وفقت هالمرة لأن أحضر لي كلمة أو قصيدة، لكن الإخوان فيهم البركة اللي انوجدوا. المهم إنه لو الجماعة اللي يعني المستمعين في الاحتفال يا ريتهم يهتمون بأقل شيء من بقصيدة من هالقصائد اللي موجودة أو بكلمة من هالكلمات، هو كلش كافي بالنسبة. يعني مو ضروري إن أنا أشارك في كلمة، لأن الجماعة اللي شاركوا فيهم الكفاية والخير والبركة. يعني بمناسبة إجابتك من بالنسبة إلى أنك في إجابة في السؤال الأول سألتك إياه عن الكلمات الهاتفة، من تعتقد أن كلمة هاتفة عبارة عن أو لها أهمية؟ في الحقيقة اللي أثارتني أكثر كلمة موجودة في الاحتفال هي كلمة السيد عقيل إبراهيم، اللي توفق في الحقيقة في الكلمة هي هاتفة. بنفس الوقت في بداية الاحتفال كان نبه الإخوان على الهدوء، وفي الحقيقة كلمة كانت كلش هاتفة وممتازة، ومن يعني ومن هدفها الزين يعني، او الكلمه صفتها اللي كانت كلمه ممتازه صغوا الجماعه عليها، وتقدر تقول هذا من نفس الكلمه ومن تنبيه السيد عقيل في بدايه الكلمه. انزين بالنسبه للاطفال الخو هي القصائد الاطفال النشيد الالقو أعتقد ثلاث مرات ألقى، وهل تعتقد أنه الشيء زاد عن حده؟ يعني كان المفروض مثلا مرة واحدة؟ لا ما أعتقد أن الأخوان أو الأطفال اللي شاركوا زاد عن حده، بل أنا عندي اقتراح في هذه النقطة. يجب اللي بيتقدم عند الميكروفون ليلقي كلمة أو ليلقي قصيدة أو يلقي يعني نشيدة مثل الأطفال، يجب يكونون الأطفال منسقين مباح، مو كل واحد راسه مجلود جاي او شايف مقتره وعقال اليوم لابسين مقتر وعقل واحد قطرته لو حسه كلب مات. يعني لازم ينسقون نفسهم. انا ما اقول هذا الحكي لاجل المضحك، لكن لاجل يحطون فكرهم لمره ثانيه. وبعدين على ذكر الاطفال، انا كلش اليوم يعني بعد شيء لاحظته من الاطفال اللي يجون عندنا في الماتم اللي جايين في الاحتفال، يعني اطفال موجودين عندنا صغار، بعضهم يعني تقدر تقول وياهم مراضع مالهم، ما له داعي. يعني احنا صح ان اصحاب الاطفال معانا للماتم للمسجد علشان هم يتفهمون، لكن نفس الوقت احنا ناخذ الطفل ويانا نقعده صوبنا نوجه الطفل نقول له حط بالك للكلمه، هاي الشيء اللي المفروض يصير. اما انا طفلي انا متسند على المسند وطاق سالفه ويا فلان وفلتان، وطفلي قاعد يتبطح في وسط الماتم، هذا انا ما اعتقد يعني هذا شيء زين اللي الواحد يصطحب مع طفل مثل هذا الطفل، او الرجال يكون مضيع طفله مضيع نفسه ولا قاعد يزرع طفل عشان يحصل في المستقبل. هذا شيء كلش انا انبه فيه الاخوان. اعتقد من هو ياك الموضوع او في سؤال مثلا اتمنى اسالك ما سالتك اياه، بس ابي لا تختصر يعني. والله الاسئله اللي انا اريد اسالها واجد، بس احنا مثل ما انت قلت ما يكفي. عبد الواحد خذ من عند الكاميرا، خذ عبد الواحد.
المنتخب من هي ومن يلتقي وياك مره ثانيه؟ في نهايه اللقاء اللي تفضل السيد عدنان الموسوي واخذ معاي، اشكر المخرج في التلفزيون اللي هو اللي على التصوير اللي هو عبد الواحد بن ميرز المرخي، واشكر الاخوان اللي هو السيد عدنان لاجل المقابله، واتمنى ان شاء الله من الاخوان اول شيء انهم يسمحون لي بالكلام اللي انا قلته ويتقيدون ان شاء الله، يعني ان شاء الله انهم يتقيدون بالاشياء اللي انا اقترحتها وطلبتها ونسعت للدعاء. شكرا جزيلا. اعتقد سيد علي يقول صورت وكان نص مقابل في مبنى، ما ادري ايش يصدق او بعد ما كل شكر. بكل حال الخير فيما وقع واللي يصير في السنه. زين انزين نبي تعطين رايك بالنسبه انطباعاتك عن الحفل، يعني باختصار، يعني لا تطول لان حيدر وايد طول، لان نبي نسوي مقابله ويا اشخاص ثانيين. انطباعاتي عن الحفل شكل ما قلت من قبل، المهم المفروض الشباب هم اللي شو اسمه يشاركون، ما اقول يعني انهم مو مقصرين بس نفس الشهاده الكامل اللي يقول لك انهم ما يتغيرون، ليش ما يتغيرون؟ ليش ما يدعون الناس؟ ليش تبون لازم الواحد يجي لكم؟ ليش ما تشوفون واحد مثلا في كفاءه بس يمكن يكون يخجل انه يجي شو اسمه؟ ليش ما تدعون على اساس يحضر يعني؟ ندعم انه كل الشباب هنا بعد اذا شكل ما قلت لك من قبل اوراق احطهم في المسجد وحطهم في شو اسمه؟ في عند الدكان، بعد وين اسوي فيهم بعد؟ يقتلهم يأذونهم يجيبونهم الماتم هنا؟ بس انت بامكانكم اي واحد مثلا من هذين اللي يقوم مسؤولين عن الحفل، يعني بامكانكم يعني مثلا يقولون له مثلا شخص يقول نبيك تلقي كلمه، فرضا لو قال مثلا انا كلمه ما عندي او قصيده ما عندي، يقدرون يعطونا قصيده او اي شيء، يعني ما اعتقد فيها اشكال، لان نفس اللي يقومون بالقاء القصائد نفس الشيء يعني. وانا ما اعتقد فيها شيء، اذا قال انا مستعد شو اسمه القي كلمه مثلا او القي قصيده، المهم المفروض هو يتحكى. احنا ما نخطبهم ونقول لهم لازم انت تشارك او انت، هذا شيء واجب عليهم، المفروض يجون يعني. زين بننتقل عن الحفل هذا، نسالك سؤال خارج، يعني ايش رايك بالنسبه الى هالمره الزفه اللي صارت لعبد الحسين؟ زفه؟ اي زفه، انا مالني اخو. وين كنت يعني؟ في القاهره. متى رجع؟ وليش رايك؟ بارحه امس حق السياحه طبعا. زين كنت انت تدري انه بيصير فيه زواج؟ يعني. والله ما ادري انا، حتى ما اعلنوا ولا ما، انا ما دريت الا يوم رجعت انا، ما قالوا، ما حد قال. ما حد قال لك مثلا يعني عن الزفه اللي صارت؟ الزفه قالوا صار فيها يعني زفه حليوه يعني، وش اسمه؟ تقاليد مصريه يقولون، تقاليد بدويه وتقاليد سعوديه، بس انا ما شو اسمه لو صوروا بعد ان كان شو اسمه، لكن انا ما شفت شيء. زين في موقف مثلا موقف